نعم هل هل بيت حزب نداء تونس وحزب النهضة قاعدين مستهدفين الشباب هذا بصفة الحزب هذم لي دو زوغر انا جو لي زابيل لي دو زوغر زوز غولة بتاع البوليتيك في تونس. نداء تونس يا صاحب نداء تونس تلموا فيه التجمعين جملة و كيفاش يحبوا يستهدفوا هذوما يحبوا يفرغوا الساحة من السلفية الجهادية كيفاش يدخلوا في الشبكات ويبعثوا عباد باش يعطيوا فلوس باش يخرجوا الناس. وعندنا هاو الاخ هذايا ما حكيت لك عليه هذايا كان علاقه معاه عنده مباشره نتاع نداء تونس مد 500 دينار ثم واحد من نداء تونس كان يجي للجامع هذا ويمد في الملايين باش يخرج الشباب من نداء تونس راه كيفاش عرفتوا بنداء نعرفوه تبعوه وشافوه كيفاش عرفتوا من نداء تونس احكي له انت فيه. انا ثم زو احكي له السيد هذا تعرفنا عليه قلنا معناها على الجهاد حكينا على الجهاد مع شنو احنا وقتها معناها ما نحبوا نمشيو نجاهدوا وكل شيء قلنا له رانا ناقصين الفلوس وكل شيء قلنا نكمل لكم معناها نعطيكم الفلوس شوفوا قديش من واحد انتم كل مع بعضكم معناها حتى معناها واحد مثلا مش للدرجه ذي يحكي معناها بالجمع راه كان مستعد معناها حتى يعطي لتسعه من الناس ثمانيه من الناس معناها ما عنده حتى مشكل الانسان ذي قال راني انا معناها نعيش البرة وكل شيء ونحب معناها نعمل الخير ونعطي للناس حسيتوه مبعوث بالذمه حسيناه معناها كلي معناها كيما نقولوا احنا المره الاولى حسيته كفاعل خير معناها اما معناها الدرجه نتاع كونه ثمانيه من الناس تسعه من الناس يجادوا معناها صعيبه الحكايه معناها باش تتخيلها في مخك ماشي على خاطر شويه ولا قلنا له مش مشكل معناها بعديك بدينا نتقابلوا بالطرف الطرف قلنا رانا باش نسافر ونرجع استنيناه عطانا دات رجع لنا في الدات المحدد تقابلنا مره اخرى معناها جاب لنا الفلوس معناها فرق علينا كل واحد قداش اللي اخر شكله هذا شنو لابس ذي معناها اللحيه كيفنك نحن اللحيه زنار وبرويلي مش معروف مش معروف تعرف اسمه؟ والله الاسم ما حبش يقول ما نعرف المنطقة يعنيها اللي يسكن فيها يسكن في منطقة جبل جلود خلت كيفيها وقتها قابلناه عنده كرهبة زادة معناها كرهبة مضخمة اكس فايف عنده على الفيسبوك ما تفكرش كيفيه على الفيسبوك تصويرته هو الباجي قائد السبسي يبوسوا في بعضهم يتصافحوا بالبوس معناها يسلموا على بعضهم معناها انا كي شفته معناها استغربت معناها قعدت به قلت ذي الانسان معناها معناها يحكي على الجهاد ويحكي على كل شيء وكيفاش معناها مع قائد السبسي ومع الحكومة معناها ما تركبش على بعضها الحكاية فهمت كيفاه عرفته معناها اللي هو وقتها من الحزب ذاك معناها هو يحبه معناها يفرغوا الساحات تبعتوه انتم ما بعثتوشكم مشاوره تبعناه احنا قدام مره معناها يجينا لهنا ونحكيوا معاه وكل شيء وجاء برشا مرات من بعد كيف تصرفتوا معاه من بعد هذا كي حس معناها حس اللي هو معناها تفضح هنا معناها شرقوا به ما عادش يحب يجي جمله معناها حتى من التليفون بدلوا كلم فينا من نوامر معناها ما كلمه ما يخرج لكش لا اسم لا حد شيء قد ايه قيمة المبالغ المالية؟ والله المبالغ المالية انا معناها نجم نقول لك علي انا وطفل صاحبي معناها اخ معايا قداش مثلا نجم مدلنا مع بعضنا ما فما عباد اخرين معناها ما في باليش قداش مدلنا قرابة مليون و700 زوز مع بعضكم؟ آه. لا زوز مع بعضنا انا خذيت 600 دينار وطفل اللي معايا خذا 1,100,000 فهمني
وفما الاخوه معناها اللي طلبوا منه اللي معناها اللي معناها طلبوا منه باش يعطوه باش يعطيهم فلوس، فما اللي ياخذوا 1,300,000 زوز، كل واحد كيفاه الوضع نتاعو. يعني يعطي في فلوس من غير حساب. يعطي في فلوس من غير حساب صحيح. حسيتوها عنده مشروع معين جاي ينفذ فيه. بالطبيعة ما خاطر ما فماش معناها شكون يعطيك معناها بالقيمة هذيك ويقول لك كان فما زيد هات، معناها كان فما عباد مازالت تحب تجاهد ما يسالش. وانتم يعني هذه علاقته بحزب نداء تونس مؤكدة بالنسبة لي. مؤكدة معناها ما فيها حتى شك. لا لا ماهوش قيمة فكرية ماهوش قيمة دينية، كلمته كلمتين عرفته أنا، معناها ظاهر معناها الإنسان اللي متشبع من كتاب الله معناها يكون ظاهر سبحان الله حتى في طريقة كلامه أو في طريقة في طريقة في 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 وجهه يعني ليس. وأنا كنت أعرف، نحن نعرف هذا المشروع، نحن لسنا أغبياء، نحن نعرف ماذا يحاك ضدنا ونعرف الأطراف التي تحيك، نحن نعرف هذا وعندنا أدلة وأشرطة وعندنا كثير من الأدلة ضدهم. وحركة النهضة هناك واحد من مجلس الشورى قدام مجلس الشورى حركة النهضة قاعد يمد في الفلوس عن طريق أطراف باش يخرج الشباب لسوريا، مش بنية باش يجاهد بهم ولا بنية انه يفرغ الساحة، بنية انه يفرغ الساحة. نحن عنا تقارير يا أجهزة أمنية ويا نهضة، عنا تقارير تقارير عنا موجودة كان نوريوهم توا فهمت تشوف، عنا تقارير أمنية كتبت وعنا تقارير كتبوها هما، كتبوها الأمنيين، كتبوها النهضة للأمنيين ينصحوا فيهم كيفاش باش يتعاملوا معنا، كيفاش باش يتعاملوا مع الشباب السلفي صحيح. عنا اسمع خليهم هذوما مانيش باش نقول لك عليهم، هذوما توجي وقتهم، مانيش انا لم تلك السلطة باش نفصح لك عليهم، لكن بإذن الله نحن شعبنا نعيده أننا سنطلعه على كل حقائق، نحن لا نخفي شيئا، لكن في الوقت المناسب خليهم لنا ذوك أوراق نتاعنا نحن. هذوما أوراق ووثائق وثائق موجودة بحوزة تنظيم أنصار الشكل. طبعا أكيد. يعني التهديدات اللي قالها سيف الدين الرئيس وبلال الشواشي قالوا أنهم عندهم ملفات على حركة النهضة وعلى بعض الأطراف الأخرى، يعني ما كانش تهديدات فارغة. وهل تعتقد حاجات ملموسة؟ ومن يعتقد أننا قوم يقولون ما لا يفعلون والعياذ بالله؟ هذه آيات، نحن نقول ونفعل، إن قلنا فاعلم أننا نفعل بإذن الله. في حديث ودي معك حدثني على وجود يعني تهمة التخابر بين نداء تونس وحركة النهضة وأجهزة مخابرات أجنبية. طبعا أكيد عنا وثائق وعنا أدلة لهؤلاء يجالسون يا شعب تونس والله العظيم يجالسون المخابرات الأمريكية السيئة، يجهزون الموساد، موساد في تونس، في تونس المخابرات الفرنسية، المخابرات الإيطالية، تونس مخترقة من كل المخابرات. شكون اللي يجلسوا؟ يجلسوا فيهم أعضاء من الحكومة وأعضاء من الأحزاب باختلاف انتماءاتهم، وأكثر وحدين هما النهضة ونداء تونس، هذم أكثر وحدين. شنية برهانكم على الكلام؟ عنا أدلة. شنية الأدلة؟ عنا أدلة، عنا مصور، تصاور، عنا انتم سجلتهم ولا عنا تسجيل، عنا اللي مسجلينهم، عنا ليه ذي ما جيبش قولك عليها، ما عنا عنا رانا عنا بفضل الله وبمنته راهو مازال عنا برشا مفاجآت. وقتاش باش تستعملوهم؟ نستعملوهم وقت حين الوقت، وقت حين الوقت باش نستعملوهم، تو نستعملوهم خليوهم تو هذوما لين شعبنا وقت حين باش نقولوا يا شعبنا كيزيدوا ماش نقولوا هاو هذوما اللي تخرجوا تحب بلاش في الانتخابات خرجوا. ما نعرفش انا لست بسياسيا اقول هذا، انا اترك هذا الامر في وقت الانتخابات. طبعا ممكن ممكن اكيد هذا اكيد، خاطر كي يجيك واحد انت يعملك حمله انتخابيه والاسلام وكذا ومن بعد يطلع هو يحكي مع الموساد منين جاء الاسلام؟ كلام ختير ياسر هذا تقول فيه. هذا كلام ختير يا اخي، ما في بالهمش يا اخي، هما ما يعرفوش الشعب، في بالك في بالك العوام الناس ما يعرفوش الشيء هذا، بسطاء الناس في بالك ما يعرفوش اللي هؤلاء عملاء للغرب، من يفرض السياسه؟ أنا أعود لك سؤال، هل تمتلكون أدلة كافية؟ طبعا أدلة كافية للبرهنة على هذه الاتهامات؟ أي أدلة كافية. شنو نوع الأدلة؟ أدلة عنا أدلة وكهو، أنا نعرف اللي عنا أدلة، لن أقول لك نوع الأدلة، ظاهرة الأدلة ماذا تكون؟ تسجيلات صوتية أو وثائق، هذا اللي عنا، نحن عنا تسجيلات صوتية وعنا وثائق. تذكر أنت مرة خرجنا تسجيل صوتي للشهر فهمت؟ تسجيل راشد الغنوش من نوع هذاك مثلا، وقت اللي يحكي مع شيوخ السلفيه مثلا، هذاك انتم خرجتوا؟ لا مش نحن، ما نحكي لك من نوع هذاك، ما نعرفش شكون اللي خرجوا من نوع هذاك،
ما تتحاولش باش تتعمق معايا في الامور هذه. هذه الامور انا راني ما عنديش معاها، فهمت؟ امور سريه. انا عارف الشيء، ما عارفش بالضبط. انا عارف اللي نعرفه اكيد، اللي عندنا ادله وعندنا براهين، وهذا قاله الشيخ وقاله معناها الناطق الرسمي، وهذا اكيد. نحن قلت لك ثم كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قرب